ما يتقاطع بين الحرب السورية والحرب في فلسطين والحرب في أوكرانيا والحرب في الصين، بحر الصين الجنوبي وفي فنزويلا وغيرها، كل حروب الغرب وتحديدا أمريكا تستند بالدرجة الثانية إلى السيطرة على الأرض، ولكن بالدرجة الأولى إلى السيطرة على الحقيقة. اليوم الحرب هي حرب الحقيقة، ومن يربح الحقيقة، طبعا الحقيقة بغض النظر إن كانت حقيقية أو مزورة، هو من يربح الحرب والمعركة. لذلك أكثر ما أرعب أخونا في سوريا في بداية الحرب أن يعرف العالم، وأن يعرف السوري تحديدا وليس العالم، بأنهم خونة، وأن يعرف السوري بأن الإرهابي هو مرتزق وليس ثائر. وأكثر ما يرعب إسرائيل اليوم في العالم أن يعرف العالم حقيقتها الإرهابية. لذلك المعركة هي معركة الحقيقة اليوم، ويجب أن نعرف بأن الولايات المتحدة سيطرت على العالم قبل الدولار وقبل الأساطيل بالحقيقة، وبدأت هذه الحقيقة منذ الحرب العالمية الثانية. فكلنا تعلمنا وعشنا من خلال الأفلام والروايات والقراءات بأن الغرب هو عدو النازية، ونسينا بأن النازية هي العدو الأساسي لروسيا، الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. أغلبنا لا يعرف بأن صعود النازية بين الحرب العالمية الأولى والثانية هو كان بدعم أمريكي. الكل يتساءل، طيب كيف كان هناك يعني انهيار ألماني وقيود أوروبية، كيف سمحوا للنازية بالصعود وتأسيس جيش بالدعم الأمريكي، بالأموال الأمريكية، بالقروض، بالاستثمارات؟ أعتقد حتى شركة فورد استثمرت، وبقيت الاستثمارات بعد بدء الحرب، وبقي الدعم بعد بدء الحرب، أعتقد ربما خلال العام الأول. وعندما تغيرت الخطة النازية تغير الدعم الغربي، وأظهرت أوروبا بأنها ضد تلك الحرب. تتمت هذه الرواية أن الكل يعتقد بأن الغرب انتصر على النازية في إنزال النورماندي، هذا الإنزال العظيم. والقلة تعرف بأن هزيمة هتلر بدأت في عام 1941 على أسوار موسكو، بعد عامين تقريبا من بدء الحرب، ولم تكن القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة تقوم بأي عمل ضد النازية، وكان ستالين يطالب أمريكا بالتدخل وهي ترفض، كانت تريد من النازية والشيوعية أن يدمروا بعضهم البعض فتسيطر أمريكا على أوروبا بعد أن تكون أوروبا أيضا قد دمرت. والمرحلة الثانية للانتصار الروسي كان عام 1942 بعد حصار ستالينغراد وبدء الهجوم الروسي المعاكس الكبير، واستمر الهجوم الروسي حتى صيف 1944، يعني تقريبا 3 سنوات والغرب لم يقاتل النازية، وأقصد تحديدا أمريكا وليس الغرب بشكل عام. عندما اكتشفوا بأن الروسي يعني قاب قوسين أو أدنى من الانتصار، قرر الهجوم واختطاف الانتصار ومنع الروسي من التقدم باتجاه أوروبا الشرقية، ألمانيا وغيرها. هذا هو سبب الهجوم. التتمة أن محاكمات نورنبرغ المشهورة كانت للقادة النازيين الذين رفضوا التعاون مع أمريكا، أما كل من تعاون عزز وكرم في أمريكا وفي الدول الغربية. أول صواريخ الأمريكية صنعها النازيون الألمان، ناتو أسس على أيدي الضباط الألمان، حاكم المصرف المركزي الألماني أقرب شخصية لهتلر عاش معزز مكرم في أمريكا، قادة النازيين الأوكران ومنهم قادة منظمة بانديرا توفوا ما بين ألمانيا نفسها الغربية وأمريكا.